الحاج المرحوم السي طاهر رعد غني عن التعريف، الحضور ديالنا اليوم فهو كيخلد ديك العطاءات اللي عطى الكره المغربيه بصفه عامه وشباب المحمديه بصفه خاصه، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يتغمد برحمته، وهذه البادره راه طيبه نتمنى تتكرر ان شاء الله في العديد من المحافل سواء في الحياه ديال الرياضي او بعد الممات ديالو.